فلوسه بتتحول على طول لذهب. دي كانت البداية. بحب الذهب، بس بحب الذهب شوية الغريب. ابتدي يعني انا عموما بحب الذهب ال 18 مش ال 21، بس الموضوع جه يعني ان انا بجيب ذهب كتير، فدخلت مع عم النمير اللي هو شريكي ده، كان هو عنده محل فضه، ودخلنا بشويه ذهب الاول مستعملين صغيرين كده لغايه ما ربنا كرمنا الحمد لله، وشويه مستعملين جبنا جديد لغايه ما محل الفضه. استني بس انت جريتي بيا. لا واحده واحده، قولي البدايه ايه وعشقك للذهب، واحكي لي قصتك مع الذهب، حب الطفوله. انا من وانا صغيره بابايا الله يرحمه، هو الفكره ان احنا في فلوس زياده فنجيب ذهب على طول. انا دلوقتي في ابتدائي لازم يبقى عندي ختمين ثلاثه، دخلت اعدادي ونجحت في اعدادي لازم يبقى عندي غوشتين وعندي سلسله. ده فكر بابايا الله يرحمه يا رب ويغفر ذنبه ويوسع في جنته. هو معلمنا كده. طب احنا العيد بكره مع اللبس اللي بنجيبه جديد زي اي طفل، هو في لازم ذهب يتجاب. طب انا دخلت دلوقتي الجامعه، لا لازم يبقى فيه غوايش ويبقى فيه اسامي ومش عارف ايه. طب انا خلصت الجامعه، ابتديت ان انا اشتغل، كل الفلوس اللي انا كنت باخدها من شغلي حتى لو قليله هو انا لازم على طول اجيب بيها ذهب. فكنت على طول بتعامل مع ميمي، كان عنده محل فضه، كان عنده شويه ذهب كده بصوت بيجيب ذهب مستعمل قديم، وانا اطلع من الشغل معايا 300 جنيه معايا 400 جنيه، الكلام ده مثلا 2010 اعدي عليه على طول، عنده فرده حلق واحده اخدها، في حرف صغنن وماله، خاتم بايظ مفيش مشكله اعينه. الفكره بقى جت معايا في كده، انا حد اي فلوس ما يعني ما تلاقيش في شنطتي غير الفلوس اللي انا هصرفها، طب في فلوس ثانيه هو خلاص هو هجيب بيها ده على طول. بس الحكايه بقى اتحولت ازاي؟ يعني انت بقيت كنت بتشتري ده تمام وبتحبي تلبسي ده تمام، ازاي بقيتي اكبر تاجره ده؟ وازاي الموضوع يعني شائك؟ هو جه صدفه، يعني جه صدفه جدا، انا حد بيحب الذهب وبجيب، فميمي اللي انا بشتري منه على طول ما تيجي تشاركيني، فاللي هو دي حاجه مش مجالي. يعني انا واحده مقتنعه جدا ان في مهن كده هي بالوراثه زي مهنه الذهب، ما عارفه ان هي متوارثه، الابن يطلع يلاقي باباه بتاع ذهب فيكمل مسيرته. طب اللي هو لا انا هدخل ازاي؟ انا يعني انا بحبه وبفهم فيه بس مش قوي، ايه اللي هيدخلني مجال زي ده؟ فيجي لي تاني، طب تعالي نحاول. طب اوكي، طب قلت طب انا هبتدي معايا بشويه ذهب قديم من عندي. جبت شويه الذهب القديم حطيناهم الحمد لله ربنا كرم واتباعوا على طول. طب وبعدين جبت شويه كمان قدام، ربنا سهل علينا، وعشان في مصداقيه وعشان انا حد بيخاف ربنا جدا فتمام، يلا بقى نقلب المحل بدل ما هو فضه نجيب ذهب. ابتدينا بقى نزلنا لصيغه وقلبنا المحل كله من فضه الحمد لله لذهب، والموضوع ابتدى معانا كده. ابتديتي في المحل هنا؟ في المحل اللي احنا فيه ده. هو بس هو ما كانش كده، يعني بقى احكي لنا قصه المحل. لا المحل كان لغايه يعني الحته دي بس كده، هو المحل ده كده والباترينا دي فيها شويه فضه، والباترينا اللي تحت حضرتك تقريبا الجزء ده فيه شويه ذهب قديم من اللي عندي اللي انا بلبسه، حطيناهم هنا وابتدينا ده يجي وده يقول لده وده يقول لده ده عندهم ذهب حلو، ده مصنعيه قليله، فاكره تقريبا كانت مصنعيته اول حاجه كانت 10% او حاجه زي كده، يعني الذهب جامد، ونلمعه ونظبطه مرة مع مرة، والناس شافت تعاملنا وان انا احب والحاجة نفسها حلوة، فالدنيا ابتدت تبقى معانا تمام. طيب احنا في شارع جانبي، انا مش بره في حتايم بتوع ذهب وناس ليهم اساميهم، انا نفسي كنت اخاف اعدي من قدام محلاتهم، فاللي هو انا هبتدي ازاي في الجنب في محل صغير زي ده؟ طب احنا اتكلنا على الله وقلنا طب احنا هنبتدي ونشوف ربنا هيعمل معانا ايه. فابتدينا، طب هو ما حدش عارفنا احنا في الجنب، فابتدينا ان احنا نعمل جروب للمحل بتاعنا، بنزل عليه والله انا عندي كذا، طب انا عامله عروض على شبكه، طب انا عامله عروض، مرة مع مرة الدنيا ابتدت تمشي معانا. بقيت كل جمعه، يعني انا كل جمعه اجيب شغل لازم على طول انزله في المحل. طب المحل الصغير خدنا من يعني المحل ده مأجرينه، خدنا من الاستاذ اللي احنا مأجرين منه ووسعنا الحته اللي هي قدام حضرتك دي، بس لغايه ما بقى كده الحمد لله. الموضوع شائك، وخصوصا ان انت اول ما ابتديتي انت قلتي ان انا كنت بشتغل في الذهب المستعمل تمام، وممكن يبقى شيء منفر بالنسبه للناس ان انا اشتري ذهب مستعمل تمام. انت قلتي لي على العكس تماما خالص، ان الموضوع اتقابل اتقابل اللي هو انت بتلبس ذهب شيك لان انا بلمعهولك وبظبطهولك، وانت دافع مصنعيه قليله جدا تكاد تكون مش حاسس بيها، اللي هو لو مشيت بره المحل وممكن تبص على سعر الذهب تلاقيه زيد، فاللي هو انت ما دفعتنيش اصلا مصنعيه، خصوصا الحاجات اللي كانت عندي كانت شيك لانها كانت استخدامي انا، وانا ما كنتش بجيب لنفسي اي ذهب، كنت لازم انقي الحته اللي انا بلبسها، فهو ده اللي انا ابتديت بيه. سر ايه؟
اكيد رضا بابايا ومامتي عني اعتقد يعني عشان تسر النجاح. اه لان انا بابايا الله يرحمه مات وهو راضي عني رحمه الله عليه. كلنا عارفين ان السوق المصري صعب جدا، احنا لسه مش هنخش في الذهب دلوقتي يعني شويه كده. كلنا عارفين ان السوق المصري صعب وان ست تبقى موجوده سوق وشغل السوق تمام صعب صعب جدا خصوصا. ايه اكتر موقف قابلك اكتر موقف صعب؟ هو اكتر موقفين قابلوني كانت واحده جايه تصلح انسيال وانا هو صغير خالص فانا خايفه عليه فحطيته في منديل وحطيته ورا. فاحمد بالليل وهو بيلم الدنيا وبتاع عم جاي ماسكه رمي في الزباله، فاللي هو انا بدور على الانسيال الست جت مش لاقينه، ارجع الكاميرات الاقينا رميناه في الزباله خلاص. دي كانت حاجه الاول خوفتني وحسيت ان انا لا ده انا مش قد المسؤوليه، انا ازاي ما اركزش واحطه في منديل. بس ده اداني بعد كده ان انا لازم الذهب اعرف ازاي احافظ عليه، اعرف ازاي اعينه في مكانه الصح. والموقف الثاني كانت واحده هي كانت يعني شويه جزاره كده، وبعدين بفرجها وبتاع فبتقول لي هاتي لي الحلق ده يا بنت او يا بنت كده، قالت بطريقه مش كويسه. وشي طبعا جبنيت لون وفضلت عايط جدا ودخلت يعني كنت عايز اسيب المكان وامشي اصلا، فضلت عايط جدا. فميمي اللي كان معايا شريكي ففضل يقول لي بس اهدي وهو السوق كده، قلت له لا هي ليه تقول لي كده؟ قال لي هي فاكره عشان هي اكبر منك في السن فده طبيعي يعني. انت كنت داخله بقى التجاره فاللي هو انت بنت ويعني ومتعلمه يعني بتتعاملي مع الارستقراطيه، السوق مختلف تماما جدا. انا اتعاملت مع طبقه وشفت ناس انا بالنسبه لي كان اخري اشوفهم في التلفزيون، ما كنتش فاكره ان دول موجودين. الفكر والطبيعه والطريقه ناس ما يعني ما كنتش متخيله ان هم اصلا موجودين غير في الافلام اللي بشوفها وبس. فالحمد لله ربنا يعني وفقنا وقدرنا ان انا اتعايش مع الكلام ده كله، خصوصا ان كل اللي حوالينا رجاله يعني ما فيش حد في مجال الذهب ست. على الاقل هنا عندنا. ده ياخدني بقى لسؤال تاني. اول ست في مجال الذهب تمام، ده يعني دي كانت بالنسبه لك عامله ازاي وقابلتيها ازاي واجهتيها ازاي وازاي تخطيتي كل الصعوبات دي؟ كنت مخضوضه شويه في الاول بس بعد كده لما بقيت امشي في الشارع يقولوا ام كرم هي بتاعت الذهب، مش انت اللي في محل الذهب، مش انت اللي بتعرضي الذهب. بعد كده حسيت الموضوع لا بسطني يعني، خصوصا ان انا مش بتعامل ان انت زبون جاي وانا بديك حاجه وانت بتديني فلوس خالص يعني. انت ممكن واحد يجي عايز يبيع ذهب او واحده عايزه تيجي تبيع ذهب، افضل احكي معاها طب انت بتجيبي الذهب ليه؟ طب ما تسيبيه، طب الذهب ممكن يغلى سيبيه طالما مش محتاجاه. العلاقه تحولت لصداقه تقريبا. انا كل زمايلي هم اصدقائي، بنتعامل ان احنا يعني عيله كده، اللي هو انت جايه انا ممكن انصحك واقول لك كل حاجه من غير ما تشتري مني جدا، من غير ما تشتري مني مش مهم، بس انا اقول لك الصح. مش لازم عندي ان انا اكسب قد ما ان انا فعلا لما خلاص انا حبيتك وبتعامل ان دول اهلي. كل زبايني اللي معايا في المحل كل الناس بتعامل لها تيم واحد او اسره واحده. خدتي الخبره منين؟ من ميمي طبعا. ميمي هو اللي تقريبا علمني كل حاجه، كنت اعرف العيارات والكلام ده بس طبعا كان لازم ان هو يشد عليا، فميمي تقريبا هو اللي عرفني كل حاجه في الذهب. خدينا شويه بقى في صنعه الذهب. كلمينا شويه بقى عن الذهب وكلمينا عن صنعه الذهب. عن ايه بالظبط؟ قولي كده عن كل حاجه، عن الحاجه اللي الناس ما تعرفهاش. الناس ما تعرفوش ان هم دايما بيخافوا من عيار 18. نفسي افهم ليه 18 ده ذهب زي اي ذهب بسعره، بس الفكره ان هو اشكال احلى بكتير فبتبقى مصنعيه اغلى شويه. فدايما عندنا مقوله شائعه لا احنا مش بتوع 18. طب ليه يا حاج؟ اصل لما بنبيعه بنخسر فيه. الفكره مش ان انا بخسر فيه، هو اي ذهب هشتريه له مصنعيه ودماغه ضريبه. طبيعي هاجي ابيعه وهخسر مصنعيته ودماغته وضريبته. بس الفكره في ايه؟ ان 18 اشكال احلى بكتير فالمصنعيه اغلى شويه. فالناس تيجي تفتكر ده انا بعت خاتم وخسرت فيه. يا حاج والله انت ما خسرتيش فيه يا روح قلبي، الفكره ان هو مصنعيته غاليه. انا دايما السؤال اللي يعني اللي مشهور وبيجي لي على طول على الصفحه، نشتري 18 ولا 21 ولا 24؟ تشتري لي ايه؟ انا هلبس بالنسبه لي اشتري 18. طب انا هشيل تاني السؤال ده تاني عشان عايزين نركز عليه. أوكي. تمام. السؤال دايما بيجي اشتري 18 ولا 21؟ ارد عليها برضو انا كمان بسؤال عادي جدا، هتلبسي ولا بتشيلي فلوس؟ لا انا عايزه البس خلاص، البس واتشيك 18 مفيش كلام تاني. طب انا عايزه يعني البس وفي نفس الوقت اشيل فلوس، بما ان احنا بنقول ان الذهب زينه وخزينه. 21 على طول. طب انا واحده ما بتلبسش ذهب، انا واحده ما بحبش الذهب، سبايك او ذهب مستعمل. السبايك دي احسن حاجه، والذهب المستعمل ان انا اشيل فيه فلوس